بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما يمكن لينا نهني الفريقين على هذا المردود الطيب اللي شاهدناه اليوم. بصراحه الجمهور تمتع، مباراه عرفت تسجيل اكثر من اربعه اهداف. دونك بالنسبه لنا حنا عرفنا فريق الدفاع الحسني الجديدي فريق قوي غادي يخلق لنا متاعب، وكما شفتوا هو اللي سباق كان سباق للتسجيل. رجعنا في لو سكور بسرعه، هذا عطانا واحد الدافع اخر باش اننا نحاول ما يمكن نبقاو دائما مركزين على لامبورطونس ديال لو ماتش. حنا عرفنا بانه 3 بوان سي ديفيسيل كونتر الدفاع الحسني الجديدي، الترسانه البشريه اللي عنده بالمدرب المحنك اللي عنده، ما يمكن لي الا ننوه بالعمل ديال المنظومه ديال الكتيبه البرتقاليه ككل. بصراحه كنشتغلوا الحمد لله في ظروف جيده، هذا غادي يخلينا ان شاء الله باذن الله نحاولوا ما يمكن نركزوا بشكل جيد على ما تبقى من المباريات ان شاء الله في الدوري البطوله الاحترافيه، باش نحاولوا نركزوا بشكل جيد على المرتبه اللي كيستحقها فريق النهضريه ديال بركان.